الأميرة أمل عرفة من سوريا لأدائها الواثق المحمل بشجن المأساة التي تحاصر عائلتها ووطنها، واحترافية الإبداع في التعبير عن لوعة المرأة العربية المعاصرة، تذهب الجائزة إلى فاتن حمامة برايز for best actress goes for the actress specific actress for her confident performance which is mixed with the anxiety of tragedy that besides her country and family, moreover the professionalism of the creativity in expressing the sadness of the contemporary Arab woman. تذهب إلى الفنانة النجمة هند صبري. يتسلم الجائزة عنها الأستاذ باديس باهي، ممثل زميلها في الفيلم، لكن قبل ذلك الأستاذة هند صبري بعتت كلمة هتقراها الفنانة أمل عرفة. قبل الكلمة بس بحب أقول مساء الخير، مبروك لمنتخب مصر، مبروك عن جد الملكة، وشكرا للاعب منتخب مصر اللي صرح وقال على السوشيال ميديا إنه رح ألعب بالمونديال باسم سوريا. سوريا ومصر واحد، وعبر التاريخ يمكن الشيء اللي مرات بتفسده السياسة، الفن والرياضة بيصلحوه. كلمة العزيزة هند صبري بتقول: مساء الخير على إحدى أحلى مدن العالم الإسكندرية. فرحتي لا توصف بهذه الجائزة التي منحتموني إياها، وأعتذر عن عدم وجودي شخصيا لتسلمها لأني للأسف الشديد خارج البلاد، لكن قلبي اسكندراني اليوم. أود أن أشكر لجنة التحكيم وطبعا المخرج رضا الباهي الذي أعادني إلى السينما التونسية بشخصية سلمى عن فيلم زهرة حلب بن قوسين. تحية لحلب. محطة مهمة في مشواري، وأشكركم على تتويج هذه المرحلة بجائزة أفضل ممثلة في هذا المهرجان العريق. كل الحب والتقدير لكل الحاضرين اليوم. هند صبري مبروك، هند بتستحقي، مبروك، شكرا.